اساس اي حضاره، والتعليم في مصر بنحاول ننقذه من الانهيار، والمنظومه التعليميه في مصر لازم يرتفع شانها. المعلم مهضوم حقه، حق مش حق مادي فقط، الحق حق اجتماعي، حق وضع وسط الطلبه نفسها. مستوى التعليم بينهار، بنعاني من طلاب ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. مستوى الكتب المناهج نفسها فيها نسبه حشو عاليه جدا، فلازم نرتفع بشان المنظومه التعليميه من جميع الجهات.